قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. لا حلول قضائية قولوا للوزير لا سبيل أبدية لا تفاوض لا استسلام لا حلول قضائية قولوا للوزير لا سبيل أبدية. بالنسبة لنا في ميدان المحمدية وبالنسبة لنا كهيئات سياسية ونقابية وجمعوية كنعتبروا على أنه هذه المعلمة هذه هي معلمة وطنية التي لا يجب التفريط فيها، هي ما كتهمش فقط مدينة المحمدية أو عمال لسامير، هي كتهم الوطن ككل. هذه ثلاث سنوات والاقتصاد الوطني كيعاني، مدينة المحمدية كتعاني، عمال لسامير كيعانيوا من هذا الإغلاق هذا ومن عدم معرفة المصير ديال السياسة الطاقية في المغرب. مع الأسف الشديد يعني على أنه التوقف ديال لاسامير كنشوفوا الآن نتائج السلبية ديالو على الجيوب ديال المغاربة، بحيث يعني على أنه الثمن ديال المحروقات ارتفع بواحد الشكل مهول بالرغم من الهبوط ديالو على المستوى الدولي. وكنشوفوا على أنه مدينة المحمدية بالخصوص يعني عاشت واحد المجموعة وكتعيش واحد المجموعه ديال السلبيات على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى البيئي على المستوى الرياضي على المستوى الثقافي، لانه لاسامير كانت عماد ديال هاد المسائل هذه في مدينه المحمديه، الشيء اللي كيجعل على انه كاين هناك مجموعه ديال السلبيات. حتى من نسبه الاجرام مع الاسف الشديد تشوفوا على انه ارتفع في مدينه المحمديه ناهيك على البطاله وناهيك يعني على البحث العلمي اللي كتوفروا لسامير المدينة المحمدية، فهو كذلك يعني تصاب بواحد نقصان كبير. بالنسبة لي اليوم هذه وقفة ديال الشموع، وقفة رمزية دعت لها الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لسامير، المكونة من أحزاب ونقابات وجمعيات، وحضروا لها الإخوان والأخوات ديال لسامير. وكي كتشوفوا يعني الناس وصلت الشعار اللي ترفع راكم شفتوه، ان الحل ديال لاسامير ولا حل سياسي، ما بقاش لا في القضاء ولا في عند الحكومه ولا حتى عند الجهات اللي كتبان كانها هي. دابا ولا الامر خصو يتحل في اطار حل سياسي، يعني خصو يصدر من طرف الدولة المغربية.